السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لحظة لقناة اللحظة. استمرارا منا في برنامج فرسان العراق، نبدأ بالجزء الثاني لحلقة المرحوم الدكتور سعادة السفير محسن خليل العبيدي. في الحلقة السابقة تطرقنا إلى حياته، النشأة وحياته والمواقع اللي استلمها والمناصب اللي تبوعها، بالإضافة إلى بصمات صوتية مشكورين للي واكبوه بالعمل سواء اللي كانوا معيته أو هو اللي كان في معيتهم. حلقة اليوم هي عن نتاجه العلمي والصحفي، وحقيقة وردت لنا كثير من البصمات سواء كانت صوتية أو مكتوبة وإلى آخره. ما راح نقدر نغطي كل البصمات، انتخبنا من عندها بعض البصمات الصوتية، وإحنا حقيقة سعيدين جدا. يعني أولا حظ المقامات للجميع، سواء من المتحدثين أو من اللي أرسلوا كتابات، هذه قامات العراق وإحنا نعتز بها، وشفنا قدر الوفاء ومحبة هذا الإنسان لدى هذه القامات. فنبدأ بنتاجه العلمي، الكتب اللي مؤلفها المرحوم مؤامرة الحرب كيف بدأت ولماذا، عبارة عن 16 حلقة نشرت في جريدة الجمهورية هذه لعام 1991. كتاب تصدع الهيكل الثالث، هذا دراسة في الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلي للفترة من عام 1950 إلى 85، صدر عام 89. وأيضا الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي في صدر الإسلام، هذه رسالة الماجستير كانت عام 1980 للمرحوم، وعلى طريق الاشتراكية هذا في عام 78، وحدة الشباب العربي عام 1977 صدر هذا الكتاب. هذه بعض الكتب حقيقة انتخبناها أيضا عمدة طول الحلقة. البحوث الاقتصاد العراقي في الاستقلال، عفوا الاقتصاد العراقي من الاستقلال الى الاحتلال، هذا البحث في مصر كتب ونشر عام 2005 في مركز الاهرام. والاقتصاد الفلسطيني الازمة الطاحنة وفرص وآليات الخروج منها ايضا في مصر مركز الاهرام، محصور ضمن صدر عام 2003 و2004. والنفط والخليج والهيمنة الأمريكية، هذا البحث قدم إلى كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد عام 2000. وأيضا نحو استراتيجية عربية للتكافل القومي والاجتماعي، أيضا بغداد هذا بيت الحكمة في عام 2000. بعدها أيضا الوحدة العربية ومنطلقاتها الفكرية، هذا بالمجمع العلمي العراقي، قدم البحث في بغداد عام 2000. ودور النفط في العلاقات الدولية، هذه في بغداد عام 1999 نشر. وأيضا الانفتاح السعودي على إيران، حدوده وآفاقه، هذا في بيت الحكمة عام 2000 في بغداد. مستقبل اليمن في ظل الوحدة عام 1996، هذه في كلية الأركان، مجلة تابعة كلية الأركان اليمنية. واقتصاد الحرب لنفس الكلية أيضا عام 1995 في اليمن. بعدها التطبيع الأمني وأمن الكيان الصهيوني، هذا بيت الحكمة في بغداد عام 1994. بعدها النظام الأمني الأمريكي للشرق الأوسط، هذا أيضا في بغداد عام 1993. النظام الدولي الجديد ومخاطره على الأمن القومي، هذا في بيت الحكمة أيضا عام 1992. وتجربة العمالة الوافدة في العراق في الكويت من خلال مشاركته في مؤتمر يخص العمالة في الخليج، الأعمال الوافدة في الخليج، هذا كان عام 1983. المقالات الصحفية للمرحوم كانت إلى مئات المقالات المنشورة في الصحف، ومساهماته أيضا ساهم في كثير من المؤتمرات والندوات خارج العراق في الدول العربية. هذا هو النتاج العلمي. الآن نبدأ بالبصمات الصوتية. اختارينا حقيقة طبعا التسلسل لا على التعيين، ما مقصود التسلسل، حفظ المقامات ذكرنا محفوظ للكل، والعناوين أيضا محفوظة للكل.
نبدأ بالبصمة الأولى حتكون للأستاذ الدكتور قيس النوري اللي كان مترأس أمين عام بيت الحكمة سابقا، اللي هو عمل مع المرحوم أو مرحوم عمل معه. والبصمة الثانية للأستاذ الدكتور البروفيسور مازن رمضاني، غني عن التعريف طبعا. والبصمة الثالثة للإعلامي المعروف أيضا الأستاذ سلام الشماع. نترككم مع هذه البصمات ونتمنى لكم مشاهدة واستماع ممتع، وانتظرونا في حلقات قادمة وأجزاء قادمة أيضا من فرسان الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراحل الدكتور محسن خليل رحمه الله وأشكله فسيح جناته، رجل مبادئ وثبات لم يعرف عنه إلا الطيب والسباحة ودباثة الخلق. تمتد معرفتي به إلى أكثر من نصف قرن، كنا متلازمين في الصحبة والعمل، وعند التحاقه ببيت الحكمة عضو مجلس أمناء البيت مثل وجود في ذلك الصرح العلمي إضافة نوعية لما كان يطرحه من أفكار ساهمت إلى حد كبير بالانتقال بأعمال البيت نحو آفاق علمية رحبة غير مطروقة. ليس سهلا أن أكتب وأتحدث عن الراحل محسن خليل لغزارة علمه وصواب رؤيته النافذة، فهو عالم ذو عقل جوال لم يقف بحدود تخصص العلم، وإنما تجاوزه إلى آفاق ورؤى علمية عميقة أخرى، مما أستطيع أن أصفه بالعقل الجوال، وهو وصف زانه الرجل برجاحة عقل وخلق وتواضع رفيع. كان رحيل محسن خليل بالنسبة لي خسارة لا تعوض. رحم الله الأخ الصدوق الدكتور محسن خليل، أحسن الله مثواه، الدكتور قيس النوري. سيداتي سادتي، أسعدتم صباحا أو مساء، يسعدني كثيرا أن أتحدث إليكم ولو بإيجاز عن صديقي وأخي العزيز المرحوم الدكتور محسن خليل. لقد قامت بيننا علاقة صداقة أخوية استمرت لزمان طويل، وهو الأمر الذي ساعد على توطيد علاقتنا الشخصية والعائلية أيضا. لقد كان المرحوم الدكتور محسن خليل صاحب رؤية حضارية وشاملة لحاضر العراق والأمة العربية ومشاهد مستقبلاتهما، لذا كان المرحوم جراء انتمائه العروبي الصادق يدرك الأبعاد المتعددة للإشكاليات السلبية التي كان الواقع العربي آنذاك يقترن بها، ومن هنا كان رحمة الله تعالى عليه يدعو إلى التعامل مع هذه الإشكاليات تعاملا لا يتنكر لها، ولكن دون الخضوع أو الاستسلام لمعطياتها. فالمرحوم كان يعمل على وفق الشعار الموضوع القائل نعمل بالممكن دون أن ننسى الطموح. وإضافة إلى أن المرحوم الدكتور محسن خليل كان صاحب رؤية حضارية شاملة، كان أيضا قادرا على اتخاذ القرار السليم وترجمته إلى واقع ملموس. فالمرحوم الدكتور محسن كان صاحب إرادة، رحم الله تعالى صديقي وأخي العزيز المرحوم الدكتور محسن خليل وأسكنه فسيح جناته مع أحباء الله تعالى وغفر له، إنه سميع مجيب الدعاء، سأبقى أتذكره باعتزاز وسعادة. الفاتحة. وأشكركم سادتي سيداتي،
الأستاذ الدكتور مازن الرمضاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رحل الصديق محسن خليل إلى لقاء ربه بعد أن قدم كل ما بوسعه لوطنه وشعبه في حالتي البناء والسعي للتحرير، وكان في كليهما جنديا مثابرا يستغرب الناس كيف لا يرحم نفسه وكيف يجور على شيخوخته فيعمل بنشاط ابن 20، ولكنها الجمرة المتقدة المتأججة بين الجوانح التي يسمونها حب الوطن. وأي وطن هو؟ إنه العراق الذي منحنى وجيوش الغزو من كل حدب وصوب تدوس أرضه الطاهرة. ليس هذا كلام شعارات، ولا هو مبالغة في حب المحبوب أو عشق المعشوق، وإنما هو حقيقة ماثلة للعيان. وإن كانت الماكينة الإعلامية الغربية قد حاولت طمسها وصرف أنظار الناس عنها وما أفلحت، كان العراق قويا بالمؤمنين من أبنائه أمثال الدكتور محسن أبي بسام. إذا أردت أن تتعلم التواضع فمنه، وإن أردت أن تثبت على مبدأ فمنه، وإذا أردت أن يحبك الناس فادرس سيرته. كان أبو بسام متواضعا وهو يشغل المناصب العليا في العراق، مدير مركز الدراسات والبحوث بمجلس قيادة الثورة، المستشار الإعلامي للرئيس الراحل الشهيد صدام حسين، سفير العراق في اليمن والقاهرة، ثم مندوب العراق في جامعة الدول العربية. وقد ظل بعد الاحتلال لوقت طويل المندوب الشرعي العراقي في هذه الجامعة. كان متواضعا لا يجالس إلا الفقراء ولا يمشي إلا في قضاء حوائجهم. ويوم كان مديرا لمركز الدراسات والبحوث في مجلس قيادة الثورة، استقطب مفكري العراق ومثقفيه لإسناد المركز بالمحاضرات وحضور الفعاليات. وقد حدثني رحمه الله يوم التقينا في الشام عن كيفية إقناعه العلامتين الجليلتين الدكتورين الراحلين علي الوردي وحسين علي محفوظ، اللذين كانا يبعدان عن أي ناد أو مجلس يشمان فيه رائحة السلطة، فكيف بأعلى سلطة وهي مجلس قيادة الثورة. كان يتحدث معهما حديث طالب إلى أستاذه، ويتفقدهما ويذهب بنفسه لدعوتهما، ثم يأتي بنفسه لاصطحابهما إلى القاعة التي يقام عليها النشاط، ولا ينسى أن يسألهما عما يحتاجان من أدوية مفقودة يدبرها لهما عن طريق أصدقائه في خارج العراق، فأنسا به واطمأنا إلى أن السلطة التي يبالغان في الابتعاد عن شؤونها وفي هواجسهما منها إنما هي سلطة عراقية، وتتفاهم ويستطيعان أن يوصل إليها هموم الناس. وكذلك فعل مع آخرين من الكبار. أذكر أني كلفت بكتابة تحقيق عن قواطع الجيش الشعبي في بداية الحرب العراقية الإيرانية لصالح جريدة القادسية، ولفت انتباهي مقاتل يفترش الأرض وفي فمه سيجارة محتضنا بندقيته، ولم تكن تستطيع أن تميزه عن المقاتلين، فقصدته وسألته، وإذا به يتدفق بالحديث، والصحفي يسره التدفق في الحديث. وعندما أنهيت حديثي معه سألته عن اسمه، أجابني أنه محسن خليل، ولم يزد، علما أنه كان من القياديين في ذلك القاطع.
وبعدها لم أره، ولكني كنت أسمع أنباء نشاطه وذكره الطيب، وأقرأ له في الصحف والمجلات. وشاءت الظروف أن نلتقي بعد الاحتلال في الشام، واستقبلني عندما عرفته بنفسي بحرارة، وطفق يتحدث معي حديث صديق لصديق، على الرغم من أني لم أره إلا مرة واحدة. ودعوته إلى وجبة غداء قرب سوق الحميدية من الفشافيش المشوية، وأنا شاعر بالخجل منه لبساطة المكان والطعام، وإذا به يأتيني في اليوم الثاني ليدعوني على وجبة الطعام نفسها. وهكذا صرنا كلما التقينا تغدينا في ذلك المطعم البسيط الذي يتناول فيه رواده الطعام واقفين، ثم نذهب بعدها إلى مقهى الحجاز لنحتسي الشاي. مرة ذهبنا إلى منطقة الزبداني في سوريا بدعوة مني للقاء شاب صغير أسس تجمعا عشائريا لدعم المقاومة، فقدم له النصائح في كيف يجب أن يعمل، ولكنه رحمه الله حذرني منه عندما خرجنا من اللقاء مباشرة، وكان حدسه في محله، فقد التحق هذا الشاب بعصابة المنطقة الخضراء، ويبدو أنه كان مكلفا بمهمة محددة في الشام. رحم الله أبا بسام، فقد كان سفيرا للعراق خلال الحكم الوطني الذي كان قائما قبل الاحتلال، وتحول إلى سفير للمقاومة العراقية بعد الاحتلال. لم ينثني عن جهاده أو يعتذر كغيره بشيخوخة أو أمان عائلة أو أي من الأعذار التي ساقها غيره للتملص من واجبه الوطني المشرف، بل أنه قعد القواعد لثقافة المقاومة، وعبد الطريق للمناهضين للاحتلال في كيف يواجهون ثقافة المحتل الباغي وأزلامه الصغار. حاولت لقاءه يوم جاء إلى المنامر ليتلقى علاجه في مستشفى السلمانية بجهد من الكاتبة البحرينية سميرة بن رجب في العام 2009، فلم أفلح، إذ كنا كلما نذهب أنا وصديقين العزيزين رحيم مزيد وعلي الشريفي إلى غرفته في المستشفى يقال لنا إنه خرج مع صديق أصر على دعوته إلى داره، ورحل عن دنيانا فجرا، وكأنه يريد أن يقول للعراقيين الممتحنين: اصبروا، فإن فجر العراق قريب، وإنه آت لا ريب فيه. اللهم تقبله عندك بقبول حسن، وأسكنه جناتك، وارحمه وأسبغ عليه نعيمك، فقد دافع عن العراق حتى النفس الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.